لا تخافي يا أمالي. This will actually help you with your project. You know, I'm so excited for this project. خير يا بنيتي يا أمري. أمي نحن كلمناك من الجامعة بخصوص مشروع البنية. ها منو عند الباب؟ في حرمتين برا ووحدة شكلها غريب فيهم ولا بعد يسألون عن الوالدة. أنت إلا فيلم ليزا. فيلم ليزا الفيلم الإماراتي. ما بعرف اسمه الفيلم الإماراتي صح؟ نعم هو الفيلم الإماراتي اسمه ليزا من إخراج المخرج الإماراتي أحمد زين. ثالث عمل من بعد عملين سابقين مزرعة جدو الجزء الأول ومزرعة جدو الجزء الثاني. طبعا هو يتكلم عن قصة فتاة بريطانية وطالب بالسنة النهائية في جامعة أبوظبي بقسم الإعلام تعمل على فكرة عمل فيلم وثائقي لعائلة إماراتية متكونة من الأم وابنيها البدينين. يعني هي بصير في مواقف كوميدية. نعم. هو الفيلم يعتمد المخرج أحمد زين أنه يظهر لك الفيلم أن دولة الإمارات بشكل متسامح مع الناس وهي طبيعة الفيلم حسب المشهور، لكن أصلا الموجود في هذا الفيلم هو أن في بدينين في الفيلم يحبان هذه الفتاة البريطانية اللي تدخل في بيتهم وتحدث هناك بعض المواقف الكوميدية. طبعا الفيلم أنا راح أتكلم معاك بكل صراحة بالمستوى الفني، الفيلم ما في تركيز في المشاهد لأن المشاهد متتالية تتداخل في بعضها البعض بحيث أنك خلاص من بعد ما تشوف هالأمور هذه المشاهد متداخلة تحس أن المشهد ما له طعم ولا حس، فتشعر أن المشهد منهمك جدا وغير جيد في العمل، بحيث أنك ما راح تحصلين لا ماستر سين في الفيلم ولا ايضا هناك اي جرعه في هذا الفيلم لكي ينهض العمل في اي مستوى، ان رتمه جدا بطيء وجدا جدا بسيط وليس بالقوي، وهناك فقط محاسن بسيطه في الفيلم يمكن التصوير اللي هي ويمكن التصوير جيد واداء الفنان ايمن خديم جيد نوعا ما لانه يحمل الشكل السينمائي في دور الكوميديا، يعني ممكن يكون له مستقبل باهر. ايضا الفنان الشحي اللي يمثل دور خالهم جيد، لكن دور الاخ الثاني المتين اللي يمثل الضنحاني لم يعجبني صراحه لان لا توجد عنده اي كاريزما. اول ممثله بريطانيه اللي هي اسمها ليزا في الفيلم هي الرئيسيه في هذا الدور، اعتبرها هي اللي يعني غير مريحه كانت على الشاشه وهي سببت مشكله في هذا العمل لان هي ليست مريحه في شكلها وليست مريحه ايضا في ادائها جدا جدا ارتجالي، يعني ما اقدر اقول ارتجالي، احس انه ما عندها اداء للاسف، يعني ما عجبك يعني يعرف بانها اي نعم هي الاختيار للفنانين. طيب نعم. قديش بنعطيها الفيلم؟ فيلم ليزا قد يكون يعني عمل يسلط الضوء على احدى البيوت الاماراتيه بشكل خاص، لكن الخصوصيه هنا باتت سريه للغايه. لماذا يا امتثال؟ لانه افتقد مكنون الابداع السينمائي، فنحن شفنا الفيلم ما شفنا فيه اي عمق سينمائي، لذلك انا اعطي هذا الفيلم تقييم تحت المتوسط او تحت قريب الضعيف 1.5 من 5. واحد ونص من خمسة. نعم. يعني هاي الأفلام هاي دي موجودة بصالات السينما بالنهاية إنه بضحكنا، ما ضحك يعني ما بنضحك لما بنحضره ولا هل؟ ممكن في مواقف ضحك. نعم في الفيلم في مواقف ضحك. أنا بالنسبة لي أنا ضحكت على 3-4 مواقف في الفيلم. طب حلو يعني. يعني ما في مانع يعني الواحد. فتحت لك نفسك تأكل سوشي. طيب أتمنى لك أمسية سعيدة محمد سيف الريامي مخرج وناقد سينمائي وصحتين السوشي صحة وهنا. أهلين أهلا وسهلا فيك، مع السلامة. وبنسمع تريلر لليزا. اسمعي ليزا، آخر مرة هنا فيها دبي من 5 سنوات تذكر يا عبود؟ أنا أحب أزرع بس حاليا أهتم بجسمي، عم بقى أصير لاعب كمال أجسام.